العادات الخزعبلية اللي كانت درجة بأيام زمان عادة فتح المندل، هذا كانوا يشتغلوا فيه عسكان صاير سرقة بدهم يكشفوا منه الحرامي أو ضايع شيء عليه القيمة مشان يندلوا فين موضعه. بقى فتاح المندل الجذاب إما بستعين طابة بلورية بحلق فيها وبشتغل التقسيم والقدم على الخلق، أو بجيب ولد صغير للسماء أبلغ بكتب على جبينه عزيمة خاصة وبقرا تعويذات حرولوس وببعه وبندول وين مشان يقبلوا جماعة تحاتن العزيمة الخاصة ويطلعوا لفوق يخلي الولد يحكي إيش بلقنه وبكشفوا المخبى والمستور. طبعا هالحكي كله دجل وشعوذة وضحك على الخلق. بعرف كله خرط بخرط. تأييدا لكلامك، بزمانه أبوه ضيع مبلغ كبير وبشكل من الأشكال ما التقى معه، فاقترحوا عليه يروح يفتح مندل عند زلمة اختصاصي بهالشغلة. اقتنع أبوي من باب الغرقان بتمسك بقشية وراح لعند الزلمة فتاح المندل وقال له: شوف معلم، إذا فعلا قدرت توصلني لموضع المصرات تاخذ اجرتك مع بوسه من هالدقن، واذا كنت عم تكذب تتلعب علي من طلعتي من هون ببعت لك خلق يطربشوك ويطربشوا العده كلها فوق راسك. قال الزلمه خري كيلي من رعبته وقال له: لابوي خيو شغلتك معي عندي، تركني اترزق ولا تخرب بيتي دخيلك، وكان اخذ منه دخوليه رجع له اياه بس بده يخلص. بقى ما زال سيرة وفتحت زمانه. أمي ضيعت بغمتها اللولو وبشكل من الأشكال ما بقت تلتقى معها. قامت نانتي شحطتها لأمي من قفا أبوي وراحوا لعند فتاح مندل وأخذوا معهم أخوي الصغير جميل كان ويعلي هيك قده مشان يقرمي النشل البغمة. ربط له عيونه لأخوي جمله بقماشة سودة وصار يقرأ وينفخ عليه وسأله: إيش عم تشوف يا عمو؟ قال له: أخوي شايف سواد. قال له الزلمة: يعني شايف ملحفة سودة؟ مانطوية سودة؟ برانيل سود؟ إيش شايف؟ يعلي جميل من رعبته قال له: شايف ملحفة. قال له الزلمة لأمي انكشفت الحرامية: هاي وحدة إلى أجر لبيتكم تلبس ملحفة، هي اللي نشت البغمة. قالت له أمي: ما في غير حماتي بتلبس ملحفة، يي معقول تكون هي الحرامية؟ قال له: هي بذاته. طبعا أمي تجذبة ولي على قامتي اعترفت له لأبوي إيش صار معه وقالت له: البغمة نشلت أمك وكفاك لا رباك يا أبو عبده، كفاك لا رباك. إيش حلف عليه يمين طلاق؟ لا نزل فيها، هون بوجعك هون ما بوجعك. كانوا رجال بهداك الزمان إيدهم طويلة، هلا الحمد لله صاروا رحيمين أكتر، مدري ما بقى يسترجوا. كني التانية؟ إيه التانية أزبط. المهم بعد القتل السوداء حدت أمي عند أهلها كم شهر لبين اللي دخلوا أهل الخير وصالحوها مع أبوي وعدته بحياته بعمره ما تدوس فتاح مندل. بقى الله يثبت علينا العقل الدين ويحفظ لنا أرزاقنا ولا يحيجنا لا لفتاح مندل ولا لشرطي مخفر.